الله تبارك وتعالى أن يفض عليه من فيوضات رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم أسأل الله قبولنا إن شاء الله.
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أفبهذا الحديث أنتم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ Let's go.
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم. لسانا زكي وقلبا تقي وقرآنا رباني ومعالي الدكتور صلاح محمد فضيلة العالم صديق وفي نورنا مش الله. فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من قليل فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. فسبح
فسبح باسم ربك العظيم. سيدنا محمد رسول الله. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يقيا قد أفلح من تزكى قد أفلح خاطر
قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لا بالقلم علم الإنسان ما
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والتي كانت مثل ختام هذا اللقاء القرآني والتي أسأل الله العلي القدير في علياء سمائه أن يجعل ما تلي فيها نور وبركات على الراح الكريم في قبره وأن يكون برفقة النبي المصطفى هو ولي ذلك والقادر عليه ومشاركة إلى عموم أسر وعائلات تلى قاطبة وعموم كرى ونواحي مركز ومدينة أبو حمام تكريما للأب الراحل الكريم الحاج محمد علي قلبه عليه من الله سحائب الرحمة والغفران أتقدم باسم أسرته الأقربين الحاج السيد علي قلبه وأنجاله الأقربين الأستاذ أحمد محمد علي قلبه والأستاذ محمود محمد علي قلبه وعموم الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا أتقدم باسم بأسمى آيات الشكر والتقدير لحضراتكم ولعموم مشارك العزاء من عموم القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسادة مدير العموم والسادة مدير الإدارات والسادة علماء الأوقاف والأزهر الشريف وعمد ومشايخ القرية والقرى المجاورة أتقدم باسمهم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كل عموم مشارك العزاء وشاكر التقدير لعموم فريق العمل القائم على هذا اللقاء القرآني شاكر التقدير لصاحب أرقى لجنة الصوتية والإذاعية العابرة للقرآن الكريم وقصور الضيافة المتنقلة لصاحبها أولاد الحاج صلاح أبو عبد الله والمقيم بعليم مركز ومدينة أبو حماد شاكر التقدير لمن قام بواجب الضيافة دار أحمد رمضان فهمي والمقيم بحنا مركز ومدينة أبو حماد شاكر التقدير لمعد ومخرج هذا اللقاء القرآني دار الأستاذ صلاح شاهين والمقيم بمركز ومدينة أبو حماد الجمع الطيب الكريم سعدت بصحبتكم محمود حلم العزازي مقدم البرامج الدينية والحفلات الإسلامية أترككم في رعاية الله وأمره سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.